انا امين لك تاني، انا امين لك تاني يا حراق، وربنا ما يحصل. ده عم الشمال ده كان هيموتني وانت سبتني وخلعت. اخص. طيب ماشي، احضرينا بقى حماتي، احضرينا بقى عشان انا صلحتها واستسمحتها وبرضه قلبها وشها. لينيها لي بقى كراميلا. قول كلمتين لاختك بقى واظبط الدنيا. بقول لك ايه منك ليها، انا ماليش دعوه، انا اصلا عايزه تمشي من البيت، دي قعدتها صداع. تصدق تصدق يا اللي ما شفتش تربيه. حضرينا بقى ام نوجه عشان هي ما بتكسرلكيش كلمه. هي امك نامت ولا ايه يا نوجه؟ قومي يا اما خش نام الجو. قومي يا ام نوجه وبنامي لما ننزل. طيب منوجة، منوجة. أم ايه ده؟ أم يا لهوي، أم 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 أمك فلسعت. أم أم أمك فلسعت. أم أمك فلسعت. أم أمك فلسعت. أم العظيم رد عليا يا أم. ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالكم، صدق الله العظيم. الله يرحمك يا ابو نوجه، الله يرحمك. وشك يا كريم، يا كريم. شغلا ده ايه اللي جابه هنا ده بقى؟ انت اللي قلت له ها؟ اه. تصدق ان انا اللي غلطان واستاهل ضرب النار والكذب ان انا قلت لك بعد ما طلعت واطي معايا؟ ماشي عشان تجيبه كده وتروح تقول له. ماشي. في ايه يا عم انت؟ هو مش طليقها؟ وبعدين اخوها يبقى زي اخوه بالظبط. ازيك يا هوجي؟ عامل ايه؟ وحشتني. انت كمان يا كارم، وحشني قوي. عامل ايه؟ الحمد لله. شد حيلك. طب كده هو ماشي. يعني هقف اخد عزم منوكي عشان كسرت طيب الله يرحمه. اه شكرا. انا مش هقول لك خد بالك من ابوك، هتعرفوا تخلوا بالكم من بعضيكم. شكر الله ساعك اهو، شكر الله ساعك يا حبيبي. يلا روح شيل العربيه بتاعت الباشا اللي مسرحك دي واتكل على الله من هنا، عشان العربيه دي سد الحاره وتلاقيني مخنوق. بقول لك يا هوج، خليك في حالك يا اخويا، حرق راجل وسيد الرجاله وبيعرف يخلي باله على منه كويس. انتوا الاتنين تخلوا بالكم من كرم، ولو حد داس له على طرف انا هزعله على نفسه جامد. تعرف يا وجن، وربنا لو ما كناش في عزا كنت انا اللي زعلتك على نفسك. لو ما كناش في عزا. خبر ايه يا ابني؟ انت هتخاف على كرم اكتر من اخته وجوزها؟ هوج خدني معاك، امي ماتت اللي كانت بتحوش نوجة عني. ولا ام لطفي عندها حق يا كرم، دي اختك مش هتيجي عليك. جرى يا كرم؟ هو مش انا واحسان برضو زي اخواتك ولا ايه؟ انا هاخدك دلوقتي ونطلع لعربيه السمين واكلك كل الممبار اللي نفسك فيه. وانت رقم المحمول بتاعي معاك، اي حد يزعلك اي حد تكلمني على طول. ماشي، ربنا يجعلها آخر الأحزان. آه ما بيقولوا كده صح. تعالى حرص. تشكرين على الواجب يا أخوي. تعالى كرم. الواد كرم تحطه في عينيك. لو أي يا ورد كتاب الله. طب أنا جاي لك أنا وحرص هوا. سلام. في إيه يا هوجة؟ تعالى. إيه في إيه؟ الواد منفاخ، لا العيال اللي بندور عليها. الظاهر كده يا حرص ما يجيبها الا ايه؟ منفخه صح. ارق منجه. لا 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 الله. اه يا بطني. ايه مالك؟ مالك انا وجا في ايه؟ تعبانه يا لطفي، بطن قلبه جامد ومش قادره اخد نفس. ما اكيد يا حبيبتي، يعني من النكد اللي انت معيشانا فيه، يعني اصل ده مش حلو يعني على البني ادم. لا يا اخويا مش من النكد ده، من حرق الصغير. من ايه؟ حرق الصغير.
الحرق الصغير اللي هو اللي يعني الحرق الصغير النوم انا اهو الحرق الصغير اللي هو يعني ده جوه هنا ايوه يا لطف انت بتتكلمي جد يا بنت انت ولا ايه ايوه حيوي لا مش معقول يا ام لطفي يا ام لطفي ايوه ولا في ايه تعالي بسرعه خرجتني من الصاله في ايه انا يعني انا هبقى بنت نوجة حامل وانا هبقى ابو لطفي الحراق الصغير وانت هتبقي تيتا ام لطفي بجد والله الله العظيم الف مبروك يا لطفي الله ده انا كنت ساجده في الارض وبدا ربنا ان يرزقك بسريه الصالحه الف مبروك يا حبيبي مبروك يا نوجة والله فرحت لك قوي الحمد لله ما 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 ما, ما دي النيه بقى دي النيه الصفا لما الواحد يبقى نيته صفا ربنا بيكرمه على طول يعني خلاص بقى خلاص بقى بلاش نكد بقى عشان نكد غلط على اللون الصغير الحراق لطفي كان نفسي يا لطفي ما تبقى عايشه فرحها يعني ملهاش نفسي تفرح معلش يا حبيبتي بكره ان شاء الله تزوريها في التراب وتقولي لها بنفسك هي اكيد حاسه بيكي يعني ما يا اصل ده حمل يعني ويعني نفرح يعني يعني ان شاء الله ماما هتفرح ولما تروحي تقولي لها وهتتبسط قوي عايزين نفرح احنا ايوه ايوه انا هبقى اول حلقه صغير مفيش بيت انزل بقى برجليك يا حبيبي بدل ما تنزل على الطرق نهار اسود واد يا لطفي اللي مصحيك لحد دلوقتي وفتح التلفزيون يا ولا وحماتك لسه ميته ما يصحش ايه يا بطل صوتك عامل ايه طيب ما انا ما صدقت دخلت نوجة اتخمدت بالاسود اللي هي لابساه ده وكرم طول اليوم عمال بيعيط وصوت وبتاع عامل انا ماليش في النكهه دي يا اما تعرف برضك يا ابني مش اصول يعني بقى انا لما اموت هتشغل عليا اوكا وارتيجا يا اما اللي انت بتقوليه ده انت حاجه تانية انت عباسط طب والنبي بحبه ولما يقول لك ونزلت دمعتي تبقى مناسبه قوي للعزاء بس عشان هما جوه مش هينفع النبي انت عسل والله العظيم انت صحيح يا اما انت قايمه ليه دلوقتي انا قلت اصلي ركعتين واستنى الفجر قوم انت بقى نام عشان تصحى كده مفوق وتروح للريس بهلول ولو ليك عيش معاه ربنا يرزقك بشغل يلا يا حبيبي استنى انا هروح للرئيس بهلول طبعا وكل حاجه بس انا كنت عايز يعني عايزك تروحي له برضه اروح له ازاي يعني الله في ايه يا اما انت مش شايفه الهلومه اللي بقى فيها الرئيس بهلول دلوقتي يعني تروحي له البيت عنده تنظفي له حاجه تعملي له اكله اي حاجه عايزها تعملها له يعني وبعدين ده هيدفع زي غيره عليك يا لطفي يا اما انا ما عنديش وسايط في الشغل انت يا واد مش كنت عايزنا بطل خدمه في البيوت اخس عليك يا امه هو دي خدمه في البيوت ده الرئيس بهلول ده اللي خيره علينا كلنا الرئيس بهلول ده جميل قوي وبيني وبينك انا زهقت من قعده البيت وبوزي في بوز مراتك خلاص هروح له طيب حلوه قوي قوي يعني دي حاجه خطوه حلوه وعلى بركه الله بس انا برضو عايز اقول لك بقى تعملي ايه بالظبط يعني يا مهدودة يعني ظهري واجعني قوي انا باين عليا عجزت ولا ايه لا يا لطفي ما تقوليش على نفسك كده انت لسه صغير عندك 12 سنه قد كرم اخوي انت بتتمقلس عليا يا بت ولا ايه لا ما بتمقلس ولا حاجه البيت بتاع بهلول طلع كبير عليا قوي بقول لك ايه يا بت نوجة ما تيجي تساعديني وحديكي 100 جنيه في كل مره انا هخدم في البيوت اخدم في البيوت ليه كنا واخدينك دكتوره يعني ما انت كنت اسم الله بتسرحي بمناديل في الاوتوبيسات وعشان عليكي يا رب والنبي ايه والنبي ما تخلي ساكته يا ام لطفي خليني ساكت لا يا اختي اتكلمي طلعي اللي في عبك كله انا مش هخش معاكي في لوكلوك فايتهالك سديتي نفسي ان شاء الله على طول يا اختي استني بس رايحه فين كده يا عم شوف امك وجع في بطنك تقوم يا كراميلا تطفي الليله دي يعني يا عم لسه ما اكلتش لا ما كده حلو عشان انت كلبست يلا يلا ايوه شوف بقى الليله دي يلا اوعى تقع ايه يا اما بقى يعني تقولي لي كده يعني الرئيس بهلول بيته ما فيهوش حاجه غريبه كده هو في حاجه مش غريبه يا ابني ده كل حياته غريبه ده كان عايش في سويقة بس محسوبتك بقى خلتها له مملكة
ما عدا أوضة نومه مش بيخلي حد يخشها. محترم قوي بهلول ده يا لطفي. ايوه صح، ما هو محترم فعلا. ما هو اصل لطفي ابنك محترم وما اعرفش غير المحترمين يعني. ايوه بس يا خساره. يخساره ايه؟ حلو ما يكملش يا اما. الدكاتره قالوا ان هو عنده مرض خطير قوي. يا لهوي. اه مرض؟ ده الراجل صحته زي البوم. لا بصي يا اما، بصي الدواء ده دكاترة صدام قالوا ان عنده مرض خطير قوي ولازم ياخد من الدواء ده على طول، لان لو ما خدش منه كل يوم في ظرف اسبوع هيفلسح. يا نهار اسود. اه انا اصلا رحت معاه للدكتور يعني، وقال له ما ينفعش بقى حد يقول له ان هو عيان وكده، لانه لو عرف ان هو عيان ممكن يروح فيها. يا ساتر يا رب. مش فارقه يعني. يا رب والنبي يا اما لما تروحي له تخلي الدواء ده معاكي. ايوه. وما تخلوش يحسك خالص باي حاجه. تحضري له اكل تقوم حاطه من الدواء ده وتغرقي الاكل عشان يحوق فيه. بس انت بتقولي ياما الاوضه دي مفيش مخلوق بيعتبها. اوضه نومه؟ اه. وحد يستجري يهود ناحيتها؟ حلو، جربيه بقى البتاعه دي كلها.